اولا بالنسبه للفريق الوطني اقل من 17 سنه، نظن باللي دخل يوم الاثنين الماضي هذا في اخر تربص تحضيري تاع المنافسه، يعني اخر روتوشات. نظن باللي الطاقم التقني نظم عده حصص تدريبيه والاغلبيه كلها يطغى عليها الجانب التكتيكي باش يحضر المقابلات، خاصه اليوم هو على باله باللي عنده الصومال كبدايه ثم السنغال ثم الكونغو، فراه يعمل عليه على كل مقابله. بالنسبه للبرنامج الاعلامي اليوم حضرت المنطقه المختلطه، يوم الجمعه ان شاء الله تكون ندوه صحفيه سينشطها الناخب الوطني سيد رزقي رمان بمعيه كابتن الفريق اناطوف، وتكون هناك حصه تدريبيه اخيره رسميه مفتوحه للاعلام ولكن بدون منطقه مختلطه. ويوم السبت ان شاء الله انطلاقا من الساعه 8 مساء في ملعب نيلسون مانديلا تكون ضربه الانطلاقه واول لقاء للفريق الوطني. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، وندخل في اجراءات المعمول بها كالعاده في الكاف، منطقه مختلطه بعد اللقاء، حوارات، ندوات صحفيه بعد وقبل اللقاءات. هذا هو بصفه يعني ملخصه البرنامج نتاع الفريق الوطني. بالنسبه للتعداد يعني التعداد الحمد لله لا كان مجموعه شاركت في الالعاب البحر الابيض، لا مش البحر الابيض المتوسط، بالعكس الدوره تاع كاس العرب اللي اقل من 17 سنه اللي احتضنتها الجزائر في سبتمبر واوت الماضي، اوت وسبتمبر الماضي، وعده عناصر راهم ابطال العرب ودعمت بعناصر اخرى. تعرف في هذا الشريحه تاع العمر السني هذا النمو يتسارع بصفه يعني طويله كما يقولوا سريعه، النمو سريع بالنسبه للاعبين هذو، لهذا قبل ضبط قائمه 26 لاعب كانت هناك فحوصات قامت بها الاتحاديه والمديريه التقنيه والطاقم الطبي نتاع الفريق الوطني باش يكونوا كل اللاعبين يعني يخضعوا لنفس الاجراءات ونجتنب اي اشكال. وحقيقه الميدان قالت بلي ثلاث لاعبين ما دخلوش في القائمه هذه لانهم يعني الفحوصات هذيك بينت بلي ما يقدروش يشاركوا في الفئه العمريه هذه، ولهذا الناخب الوطني ضبط القائمه تاعو تاع 26 لاعب بدون هذه العناصر، يعني هذه العناصر ما كانوش داخل المجموعه وخرجوا. يعني الناخب الوطني ضبط القائمه تاعو قبل الفحوصات الطبيه. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.